بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نتعلم مع بعض في الرسم الهندسي ازاي نقدر نرسم شكل خماسي. نفترض ان احنا عندنا دايرة طولها عشرة أو نصف قطرها عشرة، وهنرسم الأقطار بتاعتها، دول القطرين بتوع الدايرة ديت، وعايزين نجيب ربع الدايرة ديت، ربع القطر ده، هنجيبه ازاي؟ لو وقفنا هنا كده وفتحنا البرجل بأي بعد أكبر من النص وبنفس البعد ده فتحنا الناحية التانية هنلاقي إن إحنا اترسم عندنا خط أهو يبقى إحنا كده جبنا السنتر اللي هنا دوت نمسح دايرتين خلاص مش محتاجينهم نقف عند السنتر ده ونرسم الدايرة دي نبدأ نغير الألوان كده علشان الدنيا تختلف معانا نقف عند النقطة دي كده ونرسم الدائره دي بعد ما رسمنا الدائره دي نقف عند النقطه دي ونرسم الدائره لغايه التقاطع ده تمام كده لغايه ما جبنا الدائره عند التقاطع ده هنلاقي ان الخط الدائره الخضراء دي تقاطعت مع الدائره الصفراء وتقاطعت مع الدائره اللي لونها احمر عند النقطه دي النقطة اللي احنا واقفين عندها ديت هي دي النقطة اللي احنا عايزينها لو بدأنا نرسم النقطة دي بنفس نصف القطر بتاع الدالة الخضراء هنلاقي انها تكررت معايا هنا اهو وهي دي كمان واحدة وادي كمان واحدة هنعدهم هنلاقيهم ان هما هيدوني الشكل الخماسي هنلاقيهم ان هما خمس دواير نرسم الخط نجيب لون تاني كده ونبدأ نرسم باللون الأبيض ونرسم من هنا لغاية الدائرة الخضراء ديت اهي اهو ايوة تمام اللون الاخضر تمام كده نكون رسمنا الشكل الخماسي لو شلنا خلاص الدوائر ما احنا محتاجينها نشيل كل الدوائر كده نكون احنا رسمنا الشكل الخماسي اللي هو متقاطع مع ويمس الدائرة من الداخل وكي نكون هنا موضوعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته